شهدت مدارس البحر الأحمر انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من المبادرة التي تشمل 11 محافظة. من جانبه، أشار مدير هيئة التأمين الصحي فرع البحر الأحمر محمد رفيق في تصريح خاص للتن أن عدد الطلاب المستهدفين هو 56600 طالب داخل 127 مدرسة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث تستمر المبادرة لمدة 3 أسابيع، مشيرا إلى تقديم العلاج بالمجان للطلاب المصابين. وفي سياق متصل، أطلق محافظ منوفية لواء سعيد عباس المبادرة للكشف على الطلاب المدارس في المحافظة. النهارده اول يوم في تدشين مبادره الانيميا والتقزم والسمنه لطلبه المدارس، مدارس ابتدائي. احنا عندنا في محافظه المنوفيه عندنا 1040 مدرسه ومعهد، 867 مدرسه، 173 معهد ازهري، طبعا دول في سن المدارس الابتدائي. اجمالي الطلبه المستهدفين في محافظه المنوفيه 718 الف تلميذ.